كنا عم نحكي على تمثيل الشعبي المسيحي، عم بتقلي رئيس ميشيل عون عنده اكبر تمثيل شعبي وهيدي ما حدا بيناقش فيها، بس كمان بيقولوا لكم انه شو نفعت هيدي اكثر تمثيل شعبي الرئيس القوي وكل هذه التعابير. معلي وانا بعرف انه انت حدا بتقول الامور مثل ما هي، يعني ما بعدنا بدنا نضل نتمسك بالرئيس الاكثر. صحيح ليه؟ أكيد. شو لانه في احترام للديمقراطيه بقلب الشارع المسيحي. ما نفعت لانه في سطوه سلاح، ولانه الثنائي هو كان عم بخرب، هو اللي خرب له عهده للجنرال ميشيل عون. ثنائي مش القوات اللبنانيه ومعها الحلفاء الباقين، ثنائي اللي خرب له عهده للجنرال ميشيل عون. بشو خرب القوات اللبنانيه؟ بغض النظر عن نيتها انه تخرب ولا ما تخرب، انا مسلم معك انه هي كانت بدها تخرب. نعم. ما عندها قدره تخرب له عهده للجنرال ميشيل عون. احدى اكبر اسباب تخريب عهد ميشيل عون هن اختيار الرئيس الحريري، والرئيس الحريري يلي ضل سنه ما قدر يشكل حكومه، بعد ما استقال ما قدر يشكل حكومه. واحد شغله الثاني اختيار رئيس ميقاتي وعلى وقت طويل ما قدر يشكل حكومه، وبعدين بعد ما صارت الانتخابات النيابيه اعاده التمسك باختيار رئيس ميقاتي وعدم تشكيل الحكومه. راحوا 3 سنين هيك، مين هيدي عملها؟ عملها الثنائي بقى برسم الجمهور كله اللي عم يسمع هون. بس ما حدا خبر خبريات الثنائي. لا لا ابدا 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 ابدا. خليك شغله، خليها تكون واضحه لكل اللي عم يفهمه. خليني اقول لك موضوع كثير بسيط. وقت يلي اجت الانتخابات 2016، الجنرال ميشيل عون كان حائز على اكبر تمثيل مسيحي وحائز على اكبر كتله نيابيه مسيحيه. اقل الايمان شركائنا بالوطن وكل الناس يعني انك تحترم تمثيل هالشخص يلي مرشح. يعني هيدي مثل ما نحن واجبنا نحترم التمثيل الشيعي والتمثيل السني، يحترموا شيء ويدعموه لاخر نقطه، لاخر نفس شيء ثاني، لاخر نفس شيء ثاني كليا. في شغله ثانيه بعدين، هو ما عمل رئيس جمهوريه الا ما عمل اتفاق مع راب، والا ما اتفق مع الحريري اللي شن الثنائي بس دعموه، ما دعموه التيار المستقبل دعموه، وكتكتل القوات اللبنانيه قبل كان داعم سليمان فرنجيه وكيب سليمان فرنجيه مشت القوات اللبنانيه. شو ما كان السبب صار في اتفاق مع راب. اذا بتقولي لي هلا ليش صار اتفاق مع راب، انا ما بعرف، بس انا بقول لك صار اتفاق مع راب والقوات اللبنانيه. لولا تمسك الشيعه كان صار اتفاق مع راب، لولا تمسك الشيعه. مش تمسك الشيعه، حزب الله تحديدا. حزب الله لك حزب الله. نعم. وقف حد الجنرال عون احتراما للتمثيل المسيحي، يعني قرر يعمل مثل ما هو لازم يعمل اليوم. لا كمان مش مجبور، بلا مجبور. لا. لانه هو وقت اللي بيترشح الرئيس بري على رئاسة مجلس النواب، اذا حدا لو كان في نائب شيعي غيره واجتمعوا الكل وانتخبوه بيعمل حرب حزب الله بلبنان، بده يحترم التمثيل المسيحي. انا بقول لك بيعمل حرب. حدا وقف بوجهه للرئيس بلبنان؟ ما حدا بيعمل، ما حدا وقف، ما حدا ترشح. ليش هودي التهديدات هلا اللي عم بتصير؟ تهديدات هيدي التهديدات ما بيطلعوا انه اذا انتم ما بتصوتوا للوزير فرنزيي عملاء ومع عملاء، وشو بيقول لك المفاوضه؟ شو مفاوضه تتجي انت تقبل بترشيح الوزير الفرنسي؟ شو الفريق الثاني مش مقصر؟ هيدا لعبه سياسيه، هيدا منه تهديد، هيدا موقف، هيدا مش تهديد. مش حاطين لهم الفرد ولا براسهم سلاح يروحوا صوتوا لهيك. ماني شايف اللهجات. الفريق الثاني مقصر. التخوين لحظه، اتهامات بالصهيونيه وبالانعزال وكذا، هيدي تهديدات كثير خطيره. هيدي تهديد ما اعطاه حزب الله للتيار الوطني الحر. انا اليوم عم بحكي هلا بلسان وحزب الله بادل الفريق الفريق شو بادله؟ لا اعطاه كثير. اولا قانون الانتخاب، وانت بتعرف انه ما هن ضد هذا القانون. قانون الانتخابات اهم شغله اعطيه اياها. نحن اعطيناه، رح لك نحن اول شيء نحن اعطيناهم ها الظهير تبعهم بحرب تموز، كانت كل المناطق مسكرة عليهم إلا نحن كلنا، وأنا واحد منهم، كنا عم نساعدهم، نساعد الأهالي اللي كانوا عم بيقتلوا بالجنوب، وهيدي واجباتنا، أقل واجباتنا، ما حدا عم بيربح جبيل، نحن عملنا هيك. تاني شغلة نحن عملناها، أنتوا قلتوا ما تنسيها، تمنعوا الحرب، ما تنسيها، نحن هلأ هلأ هلأ، لو نحن قنعنا من دكتور فارس سعيد ونقوا نائب شيعي بجبال، كنا بنقدر نطلع نائب شيعي بجبال، كنا جينا ورشحناه على رئاسة مجلس النواب، وكنا يمكن قدرنا نطلعه. بقى شو كانوا عملوا هلا؟ نحن عملنا هيك، نحن عطيناهم
كلية التمثيل الشيعي كله بفضل الترشح معنا، واللي من هن جربوا يعملوا غير هيك من 4 سنين سقطوا. هن عاد شوفوا الكتلة، هن مثل ما بينحكى او بيقولوا بلسانهم عطشوا التيار الوطني الحر خليكم توصلوا لهيدا العدد بضل كل كان مسكر عليكم. دفعوا حق حزب الله اللي وقف معكم كان. لا لا، هن اول شيء دفعوا حق هيدا النائب. شو دفع هيدا النائب؟ دفعوا حق انه صوتوا لثلاثة اربع نواب من عندنا من شان يضلوا هن ممثلين كل الشيعة. اول شغله بس هيدا بس فيه معلش هيدا لا 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 في فرق كبير، في تفاهم، في تفاهم، في تفاهم مشان هيك في اكيد بدهم يعطوكم اصوات. لو ما عطونا اصوات في نواب ما طلعوا، وهن انت عارف لحظه هن اعطونا اصوات ونحن اعطيناهم حاصل بجبال. طيب هاللعبه السياسيه اكيد هيدا التفاهم، فاذا ما في تربيح جميله بالموضوع. انا ما عم بقول شيء، بس انا عم بقول لك هن صوتوا لثلاثه اربعه لزيدوا لنا كتلتنا ثلاثه اربعه لو سلمنا جوال. انا ما بعرف الارقام، بس انا بقول لك نحن على الاكيد على الاكيد يعني نحن كيف فينا نرشح حيلا حدا بجبال نحن ومين ما كان ويطلع هذا الحدا ويصير مش ما عندهم 27 نائب هن. وكانوا ساعتها صار في معركه على رئاسه مجلس النواب، ما صار في معركه على رئاسه مجلس النواب وربحوا الرئيس بري. هيدا لانه هن تحالفوا مع التيار الوطني الحر، ما بدهم ينسوا الناس هذا الموضوع. وبعدين في شغله ثانيه نحن اعطيناهم اياها، ليش عم تتنكروا لكل شيء؟ ما عم نتذكر، بس انا عم بقول لك نحن شو اعطينا بالسياسه اللي اعطوكم اياها بكفي هن اعطيونا ونحن اعطيناهم. نحن اعطيناهم اول شيء اعطيناهم التوافق معهم، نعم. اعطيناهم رقبه الوزير باسيلي اللي حطوه على العقوبات كله بسببهم. هيدي ما لنا شغله صغيره اعطيناهم اياها. وبرجع بقول لك هلا وصلنا لهون بلا ما نرجع نسترد يعني نرجع نستعيد الماضي. هلا وصلنا لهون في مشكل. نحن هلا انا عم بقول لك منفتحين على الحوار. نحن بدنا ننتخب رئيس جمهورية، ما بدنا ننتخب رئيس جمهورية يكون ضد حزب الله ويقول لهم لحزب الله بدي جيب جيوش العالم من شان تقشطكم سلاحكم. لا، بس بذات الوقت ما بدنا ننتخب رئيس بيقرر فيه حزب الله لوحده. هيدا البلد لكل الناس. ونحن والكلام تبع التيار الوطني الحر واضح اللي من هو عم بيقول نحن عنا مرشح، والوزير أسعود منه مرشح مواجهة، والوزير أزعور ما طلع وقال أنا بدي أشطكم سلاحكم وبدي أعمل كذا. عطاكم حزب الله يا دكتور. أنا اللي عم بقول لك إيه بدنا نعمل هيك يتفضلوا هن. إنجاز هو الترسيم. أعطانا إياه إلا ولا أعطيه للبلد وأعطيه لنفسه. لحظة بس أنت بتعرف أهمية حزب الله بهالموضوع. طلع رئيس التيار وقال أنت يا سيدنا حسن حرفيا انت شريك النصر، وانت لو ما حرفيا هيدا إيه؟ تعبير رئيس التيار الوطني الحر ما بتكون تعترفوا. اعطينا اياه لنا حزب الله، اعطينا اياه لنا بعهد الرئيس عون. هيدا الانجاز يلي سطر عهد ميشيل عون. لا 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 بلا، لولا ما صار ترسيم الحدود ايه بالصيفية الماضية كان صار في حرب مدمرة على لبنان حكما. بقى هيدي مش مني لحدا، لو هو بده يعطينا مثل ما لازم يعطينا وبده يحقق الحق قد ايه بقى بده يعطينا؟ كان مش عطينا نحن، عطى البلد بلد 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 ما عطانا بس نحن. مش هالعوض رئيس سابق البلد، البلد ما عطى البلد شيء، عطى البلد تعطيل، عطى البلد دعم للحريري ولبيئاتي اللي عطله. كان قادر حزب الله يعرقل لو ما حزب الله كان قادر يعرقل. مظبوط اكيد. شو النتيجه يعرقل. شو النتيجه؟ عطاكم هذا الانجاز، عطيه لنا، عطيه للشعب اللبناني، عطيه لنفسه، عطيه لاهل الجنوب يلي كانت ضمن الجمهوريه السابق ميشيل عون سطر في هذا الانجاز. كمان وبعد الرئيس ميشيل عون عم بقول لك كان صار حرب، كان صار حرب، كان صار حرب مدمرة لبنان ما قدر يحملها. طب كان صار حرب مدمرة، بس معلي مين كان بزمام الأمور؟ كان في حدا شخصية الرئيس ميشيل عون. يعني معلي بدنا نعترف اليوم أقله إذا حدا اليوم هيك عم يسمعنا إنه إيه حزب الله سهل موضوع الترسيم وسطر ميشيل عون هذا الإنجاز مع حفظ الألقاب بعهده. حزب الله سهل موضوع الترسيم، أوكي، بس سهل موضوع الترسيم مش كرامة ميشيل عون. سهل الترسيم لأنه ما كان عنده حل إلا ما يعمل هيك، يا بده يعمل هيك يا بده يعمل حرب. إذا بدك كمان تربحينا جبيلي فيها. أنا مش عم ربح جبيلي، أنا عم أقول لك وقائع الأمور. ما كمان في شيء بده يكون في اعتراف من قانون انتخاب لا ملف الترسيم لا موضوع المنتشرين ولا لكتير أمور وقف فيها يعني حزب كل الله. ما واحد إلى جانب كل ما واحد ما قوصك براسك وما طرقك سكين معناتها ممنونه. لا شو هالحكي؟ لا مش هيك. طب خلينا بالعلاقة مع حزب الله تحديدا. أنت كنت دايما تقوم لقيامة ولازم هالتفاهم، وكان عندك اعتراضات على هذا التفاهم إلى حين. أنا ما عندي اعتراضات، أنا عندي اعتراضات، أنا مع التفاهم مع حزب الله
انتبهي، هلا رجعت مع التفاهم؟ لا كل عمري كنت مع التفاهم مع حزب الله، وبعدني لهلا مع التفاهم مع حزب الله. ايه. بس انا عندي اعتراض على ايديهم. انا عم بقول بدنا نحكي معكم، ما بتجي بتقول لي انت في هالرئيس واذا ما نقيته بتقوم لقيامه، ما فيك تعمل هيك. مش هيك قالكم؟ بيك هيك قالنا. قال له امين عام حزب الله حسن نصر الله، وطلع هو اذا منه مرشح الوزير بسيل مش معناتها ما في حدا غيره. اه سبقتني روق. قال له للوزير بسيل انت مرشح؟ قال له لا. قال له طيب في عندك اي مرشح؟ كان بعد ما في ولا. قال له لا. قال له عندي انت وعندنا سليمان فرنجيه. من سنة. طالما انت اليوم مش مرشح، طب ما أوكي. انت انا داعم ما يترشح. انا ما الوزير بسيل حقه. حقه الوزير بسيل حقه ما يترشح. ايه؟ حق السيد حسن يدعم الوزير فرنجيه. ايه؟ بس انا عم بقول لك منه قادر هلا يوصل الوزير فرنجيه. نحن عم نقول له قلنا له وإلى الوزير بسيل، ونحن عم نقول له وكل اللبنانيين عم بيقولوا له، شو عم بتقولوا له؟ عم نقول له تفضل لنقعد على الطاولة ونتحاور على رئيس يكون على مسافة واحدة من الجميع. نحن ما بدنا نفرض عليك رئيس مواجهة، وما بدك أنت تفرض علينا رئيس مواجهة. هيدا الموضوع هيك. في أنا ما بدي ليش معتبر سليمان فرنجيه كما الآخرين مرشح مواجهة؟ لأنه ما عنده تمثيل مسيحي. عنده أصوات مسيحية. ما عنده تمثيل مسيحي. الكتل المسيحية الكبيرة. شهادة زعور معلي بالثنائي الشيعي طبعا نقول ضل حزب الله. بيقول لك شهادة زعور كم صوت أخذ شيعي؟ ما أخذ شيء أصوات شيعية. هيدا شو يعني؟ تقبلوا بعدم وجود صوت شيعي بس إنه مع مسيحيين يعني. والرئيس بري ما أخذ كمان. مش الحال. هيدا استحقاق للمسيحيين. ايه؟ اليد الطولة بالقرار فيه. إذا أنت بدك تقرر إنه لا فيك تعملها هيك تزيحهم على جنب، هيدا صار مشكل تاني يعني. مش معترف 13 صوت مسيحي اللي أخذهم سليمان فرنجية؟ أنا ما بعرف كم صوت مسيحي أخذهم، أنا ما بعرف، أنت عم تقولي 13 صوت، أنا بقول لك الكتل المسيحية أوكي. الممثلة، ايه؟ يعني هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب كلهم ضده، معناتها كلهم التزموا؟ ما بعرف هلا ما فينا نفتش لا يعني. لا ما بدنا نفتش على الصوت الصغير. الصوت له وزن. انا عم بقول لك انه هالكتل ضده معناتها هو منه حائز على غطاء مسيحي، ومعناتها حزب الله ما بيقدر يجي يجيبه ويقول هو هيك والا، لانه حزب الله عم بيقول والا، عم نقول له تعال نحكي بيقول لك انا ما بحكي. طيب. كيف الحكي؟ اخذ صوت، اخذ صوت شيعي واخذ صوت مسيحي واخذ صوت سني، واذا مش اخذ صوت درزي بيكون حدا مقطع صوت درزي. طب يعني الرجل قدر ياخذ من كل الاصوات، قدر ياخذ من كل الاصوات. التمثيل المسيحي بالدولة اللبنانية وباختيار رئيس الجمهورية. عم بتشكك بمسيحية سليمان فرنجيه؟ انا عم بشكك بمسيحيته. معلش انتبه. ايه؟ لحظة، انا بتقولي لي انا برأيي سليمان فرنجيه مسيحي يمكن اكثر من جهاد أزعود. انا عم بقول لك عن غطاء الكتل المسيحية. لازم كل الكتل، مش كل الكتل، لحد ادنى بس انه ما يكون في ولا كتلة مسيحية معه، ويكون حزب الله مرشح وقول هيدا والا روحوا اعملوا اللي بدكم اياه، ونحن بننطر وبنترك الفراغ وبنحكي. لازم يكون في كمان طرف شيعي طاولة انه راح منكم بكره بيروح شو اسمه تبع البنك المركزي رياض صليبي بفل بيرجع فل الطويل ياس الطويل تبع تنظيم المدني بيرجع بكره بفل ايد الجيش هيت انه هودي كلهم يلا بيروحوا وما راح يبقى لكم شيء انتم الموارنه والفراغ نحن عندنا وقت ننطر. هذا الكلام اللي عم بيقولوه.